بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا محمد، يلا يا حبيبه بامك. طب يلا بقى انا جعت. حاضر يا نور عيني، حاضر حاضر يا اختي. انت ما جعتش يا حماده؟ جعت يا حبيبي تلاقيك، بس بروح عليكم. انا مبسوطه منكم علشان انتوا عرفتوا تصوموا زي الكبار. امال ليه ما انتوا كبار؟ ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم. شوفوا على الاذان، الله اكبر الله اعظم يا عزيزي قوي يا رب. يلا يا خالة. يا زينه يلا يا خاله، يلا الاذان قدن يا خالة. خليهم ياكلوا هما، لسه بدري على الاذان. يا خاله الاذان قدن يا خاله، يلا بسم الله. يلا يا ام الغالي. العوافي. اهلا يا حنان، تعالي حماتك بتحبك. بصي 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 ده انا جايه على الاذان بالمظبوط اهو. اهدى يا حنان. ابو العيله شاي على الاكل ده؟ لا يا خالي، ده فطوري جبته وجيت افطر معاكم. جيبي. وحكي يا فاطمه، كنت لسه زعلانه مني يا بنت؟ انت لسه فاكره ده انت قلبك اسود؟ صحيح. كلي كلي. خدي يا محمد، خدي يا خالة بلا انا وشيف. يا خالي يا خالي، خدي يا حبيبتي. انا عامله فتة بلبن حلوة قوي يا اختي، هناكل كلنا. خدي تستاهل بوقك، بس دوقي دوقي يا حنان. ولبن انت ضايق. ماشي والله. ها وبعدين كل ده اكل يا حفيظه؟ كل ده ليه؟ عامله عزومه؟ انا ما بحبش استخسر في نفسي حاجه. صايم وجعانه وتعبانه من الصبح، ملحقه ورا الخدامين اللي مالين الدار ومش عايزين يشتغلوا وعايزين ياخدوا فلوس. افهم الخدامين دول جايين يعملوا ايه بالظبط؟ وعمالي كمان صايم وما كانش حاجه من الظهر. وبعدين ربنا شرع الصيام ده عشان التوفير مش عشان التبذير. كل ده طير اندبح. ايوه، بس انا النهارده انحرق مني دم يملى جري وكله من فهيم البهيمه. عارف حسستني ان ناقصي. ما هو بالك انت لو تشيلي فهيمه ده من دماغك هترتاحي وتريحي، وكمان لو جبت لنا حته عيل هتخرس لسان فهيمه وغيرها. ماني كنت ناقصاك. خلاص قولي انا غلطان. خلاص. لا مش خلاص، دي واحده قليله الادب وعامله راسها براسي، وعارف بترد لي الكلمه بعشر. ده انت المفروض تخليها عبره لمين يعتبر، هي واخوك الدلدول دي. يا بنت انا بقول عليكي بتفهمي وعقلك كبير. معقوله داني حامد ربنا وشاكر فضله ان علوان بطل يكلمني في موضوع الارض والورث والفلوس؟ اروح انا بقى اجر شكله واجيب لي نفس وجع الدماغ من الاول وجديد؟ لا ريح دماغك يا حنين، واني مش كتعي اعرف اخد حقي كويس قوي. لا وعندي اللي يجيب لي حقي. بقولك ايه، خدي لنا انت بس حقني وهات لنا حته عيل كده خلينا نفرح. ايه والله نفرح. هو انا يا اخويا كان في وصفه وما عملتهاش؟ مشيت ورا الجهله ورا العلمه، كله ما بينفعش. لو في حاجه جديده انا ما عملتهاش وانت تعرفها يا اخويا قول لي، دليني على طريقي. طب ما اقول لك على حاجه، ما تعملي زي يوم الله يرحمها. هي امك عملت ايه؟ امي ما خلفتش. ما خلفتش ازاي يعني؟ امال انت ايه؟ لا في الاول يعني قعدت كام سنه كده ما تخلفش، وبعد كده بقى عملت ايه؟ عملت ايه؟ خلفتني. ايوه وبعدين؟ وبعدين اخويا علوان. ايوه انا اعمل ايه عشان اجيب بغل زيك وحمار زي التاني؟ وانا بقول لك اعملي زي يوم الله يرحمها. عملت ايه امك الله يرحمها؟ مات. العسل الابيض دي ليه فوايد ما تقولش لعدوك عليه. بالك انت فيه واحد راجل راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قال له يا سيدنا النبي انا اخويا بطنه بتوجع. قال له اديله عسل. راح اداله عسل ورجع قال له بطنه ما خفيش. قال له اديله عسل تاني. راح اداله عسل تاني ورجع قال له بطنه ما خفيتش. وراح واداله عسل تالت مره ورجع قال له رسول الله بطنه ما خفيتش. سيدنا رسول الله قال له ايه؟ قال له كذبت بطن اخوك وصدق قول الله فيه شفاء للناس. امال ايه؟ ايوه نعم طبعا، صدق الله العظيم وصدق رسول الله. ايوه وفي احسن من العسل. امال ايه؟ امال انا ببيعه ليه وبوصفه للناس ليه؟ ما عشان كده. لو انت فاهم ان العسل اللي كان بيقول عليه سيدنا النبي زي العسل اللي انت بتغش وبتبيعه للناس يا مبروك. يا خويا
شوف الراجل وكلام، يعني جت على عسل يا ام. طب الناس بتاعت الكفر بتاعنا المكسحين دول يقدروا على تمن العسل الاصلي اللي مش مغشوش؟ طب داني بغش العسل عشان اكسب فيهم سوا. يا سلام يا سلام، شوف الكلام. الا هو الواد حسان اتاخر ليه كده وراح ينده الزفت محروس؟ ايوه ما هو تلاقيه اداله قرش ولا تعريفه وقال له روح قول انا مش هنا. لا ما اظنش يا عم، لو كان اداله قرش ولا تعريفه وقال له كده كان جه طوالي وقال لك ما لقيتوش فضه. لا غلط طبعا. امال ايه؟ لو كان اداله قرش ولا تعريفه كان جه على طول وقال ما لقيتوش. ايوه صح، انت اصح يا عم. اهو جه اهو. تمام يا حضرة العمد. ايه يا ولد؟ اداك قرش ولا تعريفة وقال لك روح قول انا مش هنا؟ دي ما هو يا حضرة العمد. امال اداك كام؟ ما ادانيش حاجة. والخدمة الشريفة دي بس يعني زي ما تقول حضرتك كده الطريق كان زحمة، كان مليان بط ووز وسلطات وعيش وكده. ايوه. وانت عايز ايه يا ولد؟ جنابك اللي عايزني يا جناب العمد. ايوه. جالك كلام يا مبروك؟ ايوه جالي يا عمد. عرفت ان انا كان عندي حق؟ اما وانت تغلط عمرك. قول لي يا ولد، ازاي الست والدتك؟ بخير والحضره، بخير والحمد لله يا حضره العمد. طب كويس انها بخير والله. انا سامع بقى ان انت عريس جديد. قال دخلتي تاني يوم العيد. مين؟ دخلتي تاني يوم العيد وجنبك اول المدعوين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده على خير باذن الله. ابوك لو كان عايش يا ولد كان هيفرح بيك قوي قوي والله. قول لي بقى، وديت فين بقى البهيمه اللي انت سرقتها من الزريبه عندي؟ اظن لسه ما بعتهاش. بهيمه ايه يا حضره العمد؟ ايه يا ولد انت مسجل بهايم، والدفاتر بتاعتك بتقول ان انت ملطوط في سرقه بهايم قبل كده، بس طلعت منيه؟ انه بدي بقى يا حيل ومش هتطلع ولا بالطبل البلدي. يا حضره العمد بدك تهاري. اخرس يا ولد. وحضرتك عايز مني ايه يا جناب العمد؟ ايوه حلو، عايز مني ايه دي؟ ايوه كده. العقد جاهز يا شيخ مبروك. امال العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام باذن الله. اتفضل يا عمد. شوف انت هرفتك حلوه يا ولد. العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام. يلا ابصم لنا بقى بصمتك الحلوه كده يا عريس. انا يعني لو تسمح لي يعني. يا رايح يا واد يا محروس يا ابن ابو سالم، ما تنت يا ولد اهدي. يا بشيخ مبروك، أنا لا بعرف لا أقرأ ولا بعرف أكتب، أنا عايز حد يفهمني بس أنا هبصم على إيه؟ لا، محدش هيفهمك، عشان أنت فاهم وعارف كل حاجة، وبتستهبل، لا حد هيقرا لك ولا حد هيقول لك. أهو، العمدة قال لك أهو. يلا يا ولد، أبصم بقى عشان هتاخد قرشين حلوين والله، ينفعوك في الجواز ده، أنت داخل على جواز وعيدنا يا رب. أبصم. مش هتبصم. أمسك يا شيخ مبروك. يا ريت مش هتبصم. أهو. أنا مالك؟ بدل يتهرب يا واد. ابصم وارحم الخفيه. ابصم.